برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس جلسته الثانية من دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس. استهلت الجلسة أعمالها بإخطار المجلس بالرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، وأحالت العديد منها إلى اللجان المختصة، ومن أهمها المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم 4 إلى الفقرة جيم من المادة 8 من المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل. كما حالت المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية. هذا وقرر المجلس الموافقة على الاقتراحات برغبة والمقدمة بصفة الاستعجال وإحالتها إلى الحكومة، وهي بشأن إسراع وزارة التربية والتعليم في توزيع أجهزة الحاسب الآلي المحمول للطلبة، بالإضافة إلى تقوية الشبكة الخاصة بالاتصالات التابعة لوزارة التربية والتعليم، مع مراعاة تخفيض الأسعار لأولياء الأمور بشكل عام وذوي الدخل المحدود بشكل خاص. كما قرر المجلس تشديد الرقابة على السلع الإلكترونية من قبل وزارة التجارة والصناعة وضبط السوق والأسعار للمستهلكين، وذلك بسبب الارتفاع الكبير الذي تشهده السوق في هذا القطاع وتضارب الأسعار في أماكن البيع لهذه الأجهزة. بالنسبة حق الموضوع اللي طرحته أنا، الاقتراح برغبة كان بخصوص تلاعب في الأسعار بالنسبة حق التجار أو بعض التجار اللي رفعوا أسعارهم تقريبا توصل إلى 100%. طبعا هذا بيكون تشكل كاهل على كثير من أولياء الأمور، خصوصا إحنا مملكة البحرين عندنا تقريبا 12,000 عيلة من ذوي احتياجات أو مسجلين في الدعم الحكومي، فهناك الكثير من الطلاب يحتاجون، فهذا استغلال لهذا الظرف. يعني من بعد الدعم الحكومي والحزمة اللي أمر فيها سيدي جلالة الملك والدعم أيضا من مجلس النواب اللي وقف مع التجار للحفاظ على الاقتصاد ككل، أعتقد من الضروري كان من منطلق إنساني واجتماعي ووطني أيضا أن يكون التاجر له دور في هذه المرحلة. تم إحالة اليوم المراسيم بقانون إلى اللجان المعنية لدراستها بما يصب في مصلحة العامة للوطن والمواطنين. طبعا ناقشنا اليوم العديد من المقترحات بصفة مستعجلة، وكان من ضمنها مقترح سرعة توفير الأجهزة المجانية للطلاب ذوي الدخل المحدود، والتي المشكلة التي يعاني منها أغلب المواطنين في هذه الفترة. وأيضا يعني كان هناك مقترح مستعجل بخصوص ضبط الأسعار للأجهزة وعدم الاحتكار والضغط على المواطنين، خصوصا أن اليوم تعتبر هذه مسؤولية وطنية.